مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير العدس بدون طبخ وبدون سلق. بدنا نعمل طريقة كتير رائعة. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى عليكم تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكرا كتير اللي عم يدعموني بالصفحة. لنبلش الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شي عنا كوب عدس، اكيدي نظفتهم نقيتهم منيح. هيدا الكوب لعيرت فيه العدس. رح حط مي مغلي، بسم الله، كوب اثنين. هيدا المي اللي رح ارجع اصفيها. حطيت 3 أكواب مي مغلية، بحطن على جنب وبغطيهم بالصحن عشان البخار يسد شوي العدس. بعد نص ساعة بنرجع منكفي الطريقة. بعد مرور نص ساعة، بعد ما نقعتن للعدسات بالمي المغلي والبخار طريت حبة العدس، بصفيهن من المي. صفت العدس من المي لما نكفي الطريقة. طريقتها كتير عن جد صحية وروعة، بالأخص للولاد الصغار. إذا ما بيأكلوا عدس، شوربة عدس، هيدي الطريقة كتير سهلة لولاد صغار. عنا كوب عصير ليمون، 3 حبات تمر وموزة. رح حطهم بالخلاط، بننظف التمرات اكيد. اذا ملاحظين طريقة كتير مغذية، كل شي مغذي عم بستعمله. بشيل البزر، بنظف التمرات منيح. كمان بحط الموز، هلا بنحط العدس. حط ملعقتين طعم عدس. كمان العصير، عصير الليمون. فينا نحط إذا حبينا عصير أناناس، عصير فريز المتوفر عندكم. بسم الله. هلأ بنعمون. هذا سموزي اللي عملته انا وياكم. بحطهم بالكباي. طريقتهم كتير رائعة وسهلة وسريعة ومغذية جدا. يلي ما بحب نكهة العدس، هيدي الطريقة عن جد عن جد كتير بتروح طريقة هيدا نكهة العدس، وكتير طيبة. بسم الله.
بدنا ندوقن مع بعض نشوفن كيف طلعت الطعمة لإلكن عنا. بسم الله. واو عن جد وللصراحة كتير كتير طلعت طريقة طيبة ورائعة، وكيف بدي قلكم بتحسوها مغذية، عرفتوا كيف؟ بتمنى عليكم تجربوا الطريقة وتعطوني خبر إذا عجبتكم ولا كيف. بما إنه اليوم عملت لكم سموذي العدس، رح أعمل بعد سموذي كتير صحية كمان وطيبة بالشوفان والموز والتمر والحليب. هول السموذي اللي عم بعملهم أنا وياكم، ممكن تستبدلوهم بوجبة، مثلا وجبة الفطور أو العشاء، عشان كتير صحيات ومغذيين. حط الموز الحليب. على فكرة كتير إذا جربتوا الطريقة كتير رائعين وطيبين. بسم الله. هذا السموذي بالشوفان والموز والتمر والحليب. نحطهم بالكباي. بسم الله. هيدا شكلهم النهائي. بتمنى السموذي اللي عملت لكم اياه هون يكونوا نالوا اعجابكم وهو عجبوكم، وبتمنى كمان الاهم من هيدا شيء انه تجربوا الطرق اللي عملتها وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وكمان ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.